للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الكويت المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج الدكتور ظافر العجمي. بعد التحية دكتور، طبعا اليوم بعد دخول إيران حزمة العقوبات التي فرضتها واشنطن، الخارجية الأمريكية اتهمت طهران بزعزعة منطقة الشرق الأوسط وعدم طبعا الاهتمام بشعبها، فهل سوف تتراجع إيران عن نشاطها العدائي في الشرق الأوسط ودعمها للإرهاب، وهل ستغير من سلوكها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يجب أن نعي أن إيران معتادة على العقوبات منذ قيام الثورة حتى الآن، فهم يعولون على خبرتهم في التعامل مع هذه الأزمات، لكن هذه الأزمة أو هذه العقوبات أو ما يمر بإيران حاليا يختلف عما سبق لوجود التظاهرات في الشارع الإيراني. ما يلفت نظر المراقب فيما يجري في إيران هو تغيرات لم تكن تحدث تظاهرات أو ما يحدث سابقا. من ضمن هذه الأمور ظهور شعارات لم يكن يجرأ الظاهر الإيراني على القول بها، من ضمن هذه الشعارات التطاول على الرموز التي أوصلت لهم لهذه الحالة، التخلي عن المكملات الاستراتيجية لإيران كحزب الله والحوثيين بأنها عبء على الاقتصاد الإيراني بدل عن على التنمية. الأمر الآخر في هذه التظاهرات هو اتساعها الجغرافي وتحولها من مدن إلى أخرى، واتساع هذه التظاهرات يوم بعد يوم. نعم. الأمر الثالث هو التطاول على المؤسسة الدينية من خلال مهاجمة بعض الأماكن الدينية التي تعبر عن وجود هذا النظام، فما يجب هو يختلف عما كان مخطط له صانع القرار السياسي الإيراني بأنهم معتادون على العقوبات. هذا الأمر في هذه المرة يختلف. نعم طبعا دكتور، هناك سخط في الشارع الإيراني وهناك مطالبات للمتظاهرين، هذا السخط الذي يعني من جراء العقوبات التي تم فرضها على إيران، هل تعتقد بأن النظام الإيراني سوف يغير أو من سياساته تجاه التظاهرات والاحتجاجات بعد هذه العقوبات؟ هناك أكثر من مؤشر على أن صانع القرار الإيراني يعي ما يحدث. نعم. بدليل ذهاب روحاني إلى أوروبا فورا وخصوصا إلى سويسرا بحكم أنها من يمثل الولايات المتحدة في إيران، فقام بذلك كمن يفتح قناة حوار مع الأمريكان بأننا نعاني مما تقومون به. الأمر الآخر أن هناك قناة تواصل أو للتفاوض أو للخروج من هذه الأزمة من خلال القناة العمانية، وهذه يحيط بها الكثير من التكتم ولا نعلم ما يجري، لكن أعتقد أن الإيرانيين يعون أن هذه المرة ستكون ضربات موجعة ولا قبل لهم بالتعامل معها كما تعاملوا فيما سبق. نعم الدكتور ظافر العجمي المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج من الكويت، شكرا جزيلا لك.